انت تشوف هذا المكان السلام عليكم. والسلام كدايرين خوتي المغاربه، داخل المغرب خارج المغرب. كنقول لكم انا اليوم في تركيا وانا عند البوتيك. كنخلي لكم الكارت ديالو في صندوق الوصف، شوفوا عندهم كل شيء، يعني كاليتي كاليتي، ما كاينش شي حاجه كاليتي يعني. والبنات الحمد لله اللي يشتغلوا هون مغربيات، تجيو تتكلموا معاهم. اسم الاسم سلمى. سلمى الوجديه، ايمان تونسيه، جميلة المغربية، طنجاوية. يوسف يوسف بتاع او باترون ديال المحل تركي. لا انت باترون. هذا مدير هذا مدير بتاعهم. السلام عليكم. سلام على المغرب، سلام على علم سوسو. سلام على علم سوسو. ديز مغرب. انا زوجة مغرب. ايوا مغرب. زوجته مغربيه. ايوا زوجتك مغربيه. شفتي المغربيات كويسات. باكان. ايوا يوتيوب. وفاء من اي بلد وفاء؟ المغرب. من المغرب. اهلا. والله الحمد لله جيت لتركيا وشفت بنات المغرب. والله نساء المغرب والله قويات بيشتغلوا. والله والله ما شاء الله. سلمى الوجدية ابويا الحاق بتاع القهوة. جميلة من طنجة. جميلة من طنجة. ايمان تونس. اهلا باخوتنا التونسيين. احنا الحمد لله كل شيء المغاربة، تونس، الجزائر، كل شيء خاوة خاوة. الحمد لله. والله. الحمد لله. السلام عليكم خوتي خوتاتي، داخل المغرب خارج المغرب، كي دايرين بخير؟ المهم اخوتي غنشارك معكم الهدايا اللي شريت من تركيا من اسطنبول. نشارك معكم غير الهدايا ديالي انا اللي كيخصوني، اما الهدايا اللي شريت لعائلتي ولولادي والراجل ديالي ولا فامي ما صورتهمش، حيت هذوك كادوات سنعطيهم لماليهم بلا ما نشوههم. انا شريت لك هذه، انا شريت لك هذه، هادشي كامل ديالي انا، هادشي اللي كيخصني انا اللي صورت، اما الكادوات ما صورتهمش. شوف اخوتي ها شي غزال غزال تبارك الله. هذه للريحه، هادو البخور، هادو حتى هما الا بغيتي ديري هنا سكر، وهنا يعني قهوة تكبي قهوة فيهم. ها هادو ديال المرشد الريحة شريت فيهم جوج. ها خديت هاد ليكولي ديال الحريم السلطان، خديت الكرونة على حساب، خديت واحد العباية فيها الكرونة والبلونكاسي. ها هو، وخديت هاد الزرق الملكي زوين، ولي فولاغ هذا ما واحد كنت دايره تما كاينك عما صورتو ليكم لحتو. كاين هاد الصباط غي الشوكولا ديالهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحلوى، الحلويات التركيه. شتو اخوتي الحلويات التركيه. الحلويات التركيه ولا اروع. التمر يعني شي حاجه زوينه، الزريعه ديالهم نقي مقاد عجبدي وكولي بلا ما تعذبي. لي بارفان اللي خديت جاتوغ كوكو شانيل. شوف هادي هاد الكريمه خوتي قالوا لي مزيان ليطاش، هذا قالوا لي مزيان ليطاش الوجه، وهذا عطاو لي تواسيروم ديال الوجه شريته من عندهم. هذا كحل، هذا فيه ريحه ديال حريم السلطان، غزال غزال غزال، كيعبروا لك داكشي القياس اللي بغيتي، شويه ديال الثمن مي زوينه. هذا خوتي كتهزي واحد جوج حبات كديرهم في الكاس ديال الما طايب وكتشميه الى فيك الرواح، كيتحلوا لك النيوف ديالك. ها نتوما خوتي شتو الحلويات. هذا خوتي هاد الخاتم شريتو عيار 22 ديال الذهب، وهاد الحلقات شريتهم اخوتي من هاد المكازا. الاسم ديالها، شوف الاسم ديالها، ها التليفون ديالها خوتيها، شتو عندهم الذهب صافي زعما صافي. عجبني انا هاد الديكور ديال هاد الخاتم، وعيار 22 يعني غزال.
شو عامر 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 قاصح ما فيه مت خدير شويه عندهم الثمن عيار 22 عندهم شويه قاصح في الثمن مي غزال ها شتو دابا خوتي غنبدا معكم بالبيجامات ديالي قلت لكم الكادوات راه ما صورتهمش خديت هاد البيجاما ها هي خديت هادي كلهم بالسراول ديالهم وخديت هادي وخديت هادي هادي بحال شورت وصل للركبه خديت هاد الثوب عجبني غزال ما غندير فيه شي سورفيت ولا شي جلابه ولا الثوب ديالو زويون عجبني هذا تريكو طويل حتى لتحت كديري معاه كولون وبودي تلبسي هاد التريكو وديري الشان ديالك وتخرجي هادي بحال الجلابه فايت الركبه واحد شويه زويونه حتى هي تقدري ديري معاها شي كولون بوتيو ديري الشان ديالك الصاك تقدري كاع تخرجي معروضه لشي بلاصه تعشي تخرجي بها حيت واحد شويه ديال الصقلي خديتها على حساب هاد سبادغي تلبسي هاد سبادغي مع هاد اللبسه هذا خوتي عبايه شتو هادو كيخيطوهم قال لك السيدي المهم انني تقديت من عنده سوري كيخدمهم تما كيخيطوهم في تركيا قال لك قبل كانوا كيلبسوهم حريم السلطان انتما خوتي شوفوا اليدين ديالهم كي دايرين شتو ها غزاله غزاله في اللبسه ولا اروع هي اللي خديت لي هذاك الكولي ديال حريم السلطان الكولي اللي خديت لكم اللي قلت لكم ها هو خديته على حساب هذيك العبايه الكولي الاحمر ايوا خوتي المهم ها هو هادشي كامل اللي خديت ديالي انا اللي كيخصني اما الكادو ما كنصوروش ها حنا جينا حيت اي مرة مغربيه مشات لشي بلاد ضروري خصها تجيب المواعن وتجيب التوابل وتجيب انا بعدا مضروب على المواعن الكوزينه ما عرفت شوفوا نتوما هادو خوتي التوابل ديالهم هذا كيدار في الشوا ديال الدجاج طيبي به حتى الدجاج طاجين كلشي ياك لقيت مغربيه معاهم خدامه هي اللي كتبات لي على كل حاجه الاسم ديالها هذا كديري فيه السمك تقدري ديري به السمك هاد العشوب ديال البيتزا ديالهم ولكن غزال هادشي سواء كديريه في اللحم للشواء او اي حاجه بغيتي ديريها المهم هذا خاص باللحم هذا خاص بالشلاضه اي سلطه هذا كنور ديالهم غزال حتى هو هذا الشاي عندهم بالالوان كاين هاد الشاي وكاين هاد الشاي وكاين هاد الشاي هذا خوتي كوامل غزالين واحد الماركه ما نقولش لكم ما تقدش تهزيها بيدك ها غزال عيلي عي هادي شحال ثقيله ما هادي ما نقولش لكم ها كاين ثقل بزاف فيها ثلاثه البياسات اللي خديتها ها سميت الماركه شتوها اخوتي اسم الماركه ديال الحجر هادو فيهم ثلاثه الكاميلات فيهم الكبيره هادي هي الكبيره وهادي الموسطة وهادي اللي درت لكم هنا هي الصغيره اش من صغيره تبارك الله طيبي فيها حتى كيلو ونص ديال اللحم هادي عاد المقله ملي سمعت الحجر والحجر مع صحي خديت حتى هاد المقله هاد المقله باش الواحد يبقى يبغي يطيب فيها كاشي لهم اللي طلب الطهور ولا شوفوا كي دايرين زعما واعرين واعرين عندهم الكاليتي في المواعن شي حاجه انا صورت لكم واحد المكازا ديال المواعن بنت قديت هذه دابا نلوحها لكم تشوفوها شوفوا كي دايره غزال غزال داكشي ها الغارانتي ديالها شتو ما كتلصق ما والو في حالات كاع نشفات تقدري كاع ما طيبيش بالزيت بغيتي كاع ديري زيت ديري واحد شويه ما بغيتيش طيبي ما طيبيش بالزيت كتسدي عليه هذاك البخار داك البخار اللي كيكون هنا اللي شرحوا لينا هما داك البخار اللي كيكون هنا كيبدا ينزل هو كيندي على هاد الماده اللي فكينا في هاد الحجر كيبقى يطيب داك الشيء زعما عادي هذيك هاد المواعن كيلقوا مالي الريجيم وبلا تا مالي الريجيم اللي بغيت هلا فراسو يديها في صحته حتى خوتي هادشي راه ولا كيخلع هاد الامراض هادشي اللي كاين ايوا هادشي اللي شريته اخوتي انا شاركته معاكم داكشي اللي خديت شاركته معاكم فيا ما يشري كثر ولكن خاص عاود ثاني كثر مره اخرى ان شاء الله يا الله خوتي ها نتوما كشتو كلشي شوفوا الحلويات ديالهم كيشهيو كعيب الالوان غزالين شوفوا شوفوا ها هذا كيعجبني داكشي عجبني داكشي ديالهم غزال
يا الله اخوتي بسلام عليكم، ونتمنى لكل واحد يزور تركيا ويتسارى مع راسو، يعني عندكم ما تشوفوا فيها وعندكم ما تاخذوا وعندكم زعما اش نقول لكم، واحد الشعب الشعب زعما مضياف مضياف، كاين ما يدار كاين ما يتعطى كاين ما تشوفي كاين ما تفلوغي كاين ما تشوفي، يعني كاين الفرق بين هنا بين المغرب وبين تما، كاين بزاف الحاجات كتشوفي بزاف عندنا مختلفين في العادات مختلفين، يعني مزيان الانسان يشوف ويجي ينقل داكشي اللي كاين ويعاود يحاول يعاود يحاول يطبقه في الواقع. هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، والمهم السلام عليكم وبصحتكم وبصحتي وبصحه جميع المسلمين. هادشي اللي نقول لكم اخوتي، ومشي كنوريكم المشتريات ديالي انني غندفع عليه كنفوح عليكم، ولا ديك الهضره ديال المغرب، انا كنوريكم المشتريات ديالي عادي كسائر الناس اللي عندهم القنوات، يعني سافرت لواحد البلاصه مشيت نقلت معكم في كل بلاصه مشيت ليها نقلت معكم داكشي اللي خديت، صافي هادشي اللي كاين اخوتي. يلا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم، نتمنى لكم السعاده، وكنشكر كل واحد كيعطيني كومونتير زوين وكنتمنى ليه السعاده في حياته. انتم اخوتي هاد السيكان ها هما، خديت هذا وهذا جاني كادو تعطاني يعني تركيا، هذا شريته تركيا، هذا جاني كادو تركيا نيت. ويا الله اخوتي تهلاو في راسكم.